بسم الله. يا سلام يا سلام، الله تقصر عليها كذي وتحط الحطب. ممتازة جدا عن تجربة، وصار لي تقريبا فوق 3 سنوات. ممتازة على مستوى دخان. خلنا أوريكم الحين، لو أسكر، شوف لو أسكرها شوف الدخان، شوف كمية الدخان. أما لما تكون في ولعة، لما تكون في ولعة بالشكل هذا ما في دخان أبدا. بشرح لكم شلون تسوونها. هذا هوز التكييف اللي هو النحاس، أي مقاس ما يمنع. الهوز سعر المتر الواحد عندنا بالكويت بدينار أو 700، بين 750 إلى دينار، موجود في كل محلات التكييف أو بالنصف أو جواد الصفار وغيره. عندك هذا الرأس اللي هو طبعا الضغط العالي اللي يجي فر، زائد هوز مع غفيصين وسلامتك تعيش. يبي لك أي درل زائد أصغر ريشة ممكن تلقاها. بعد ما تشكله الشكل اللي تبيه، أنا عندي هنا فتحة فمشكله بهذا الشكل، أبي راح يكون مستقبلا بهذا الشكل. الآن مطرقة تسكر الجهة هذه، بعد لويتها مرة ثانية وسكرتها، الآن مسكرة 100%. جاء الدور الحين أقعد بالدرل وأفتح فتحات عشوائية بالشكل هذا. صارت جاهزة، فيها فتحات مسكرة من هني والغفيص مسكر. تولع بس شيء بسيط، وهذا لازم يكون ضغط عالي. بسم الله، إذا ما حد لواء ولا شيء ما يضر شيء أبدا، يعني النار ما تضر.